during maturation بنعدي بكتير من الكريتيكال بيريود. الكريتيكال بيريود ديت بتبقى متجمعه اكتر كمان في السنين الاولانيه من العمر. during critical periods ديت في مجموعه في حاجات كتير في البيئه بتاثر والانتراكشن بتاعنا معاها بيأثر على البرين، ومجموعه من السينابسز من النيورونز تبدا تدمنش، على حين مجموعه ثانيه من السرفايفرز هيبقوا سترونجر وهيبقوا efficient اكتر في الفانكشن بتاعتهم afterwards. لو بصينا مثلا على الدياجرام ده بيشرح الهيومن برين ديفلوبمنت ديورينج ذا ايرلي ييرز اوف لايف، فمثلا بدايه ال sensory development، الهيرينج علشان مثلا ان الطفل اللي هيسمع هو الطفل هيكون قادر ان هو يتكلم، فلو هنا مثلا حصل اي انسلت قدر ان الطفل ما كانش قادر يسمع، الطفل اللي مش هيقدر يسمع واللي مش هيرسيف سيجنالز تو بروموت السينابسس فورميشن الطفل دوت مش هيقدر بعد كده ان هو يتكلم. بعدين يبدا اللانجوج اكوزيشن ويبدا اللانجوج ديفلوبمنت، يبدا الموتور سيستم يجي بعد كده والهاي كوجنيتيف فانكشنز تيجي بعد كده. المراحل دي مراحل مهمه جدا، وزي ما احنا قايلين هو الديفلوبمنت مكمل حتى ديورنج ادوليسنس، يعني مثلا معانا هنا لحد 16 سنه. ده معناه ان حتى الادوليسنت برين از نوت ماتور انف. في خلال الكريتيكال بيريدز اللي احنا شايفينها ديت اي انسلت او اي sensory deprivation او signal deprivation هيمنع ان الشخص يتعرض للبيئه اللي تستيميليت الديفلوبمنت بتاع واحده من الفانكشنز دي عنده مش تتكون. فده مثال حي على فكره يوز ات اور لوز ات. يعني مثلا في اكسبيرمنت جابوا فيها مجموعه من القرود وقفلوا عينيها في الفتره اللي المفروض ان الطفل فيها او البيبي مونكي فيها يبدا ياكواير السنسوري فانكشن بتاعه الفيجن. فبعدين حتى بعد ما شالوا الحاجه كانت مغطيه عينيهم الاطفال دول ما قدروش ان هم يشوفوا even though ان عينيهم سليمه بس their brain didn't develop the function of vision. نفس الكلام يمشي على بقيه السنسوري والهاي كورتيكال فانكشنز بالنسبه لهم. علشان كده الايرلي ديفلوبمنت محتاج انتراكشن مع الانفايرمنت علشان نقدر نتحول من الصوره ديت ديورينج الايرلي ديفلوبمنت طفل عمر ايام للكونكشنز الرهيبه ديت اللي حصل عليها تعديلات كتيره وموديفيكيشنز كتيره بطفل عمره 30. النيوروبلاستيستي يعني ايه بلاستيستي؟ البلاستيستي يعني الابيليتي اوف ذا برين ان هو يموديفاي اتسلف ويعدل في نفسه ويادابت للتشينجز اللي بتحصل في الانفايرمنت. هو ده تعريف النيوروبلاستيستي. وكده النيوروبلاستيستي هي حاجه احنا بنعملها، يعني مخنا بيعملها على طول من اول ما احنا نتولد لحد ما احنا نموت. في ناس على طول عندها يعني مس اندرستاندينج فكره ان البرين اللي احنا اتولدنا بيه هو ده اللي بيكمل معانا، علشان الفكره اللي هي حقيقيه ان النيورون مش بيديفايد. هو النيورون مش بيديفايد بس ده مش معناه ان هو مش بيحصل عليه موديفيكيشنز كتير جدا خلال حياته وبيعمل كونكشنز، في كونكشنز بتتمسح وكونكشنز ثانيه بتتعمل. الماتيور نيورون مش بيديفايد لكن بيحصل عليه موديفيكيشنز كتير تخليه ادابت للتشالنجز اللي بتحصل في الانفايرمنت. مثال صارخ جدا على فكره النيوروبلاستيستي دي اكيس ريبورت عن طفله في عمر 7 سنين اتعمل لها حاجه اسمها هيميسفراكتومي، يعني كان عندها تيومر واضطروا يشيلوا لها نص برين هيمسفير. الفكره ان ده ساب الطفله بان نص جسمها ما بيقدرش ان هو يتحرك، عندها هيمي بليجيا يعني عندها شلل في نص جسمها، ومش واللانجوج سكيلز بتاعتها اللي هي كانت اكتسبتها لحد عمر 7 سنين بدات ان هي ترجع لورا. بعدين النيوروبلاستيستي هنا يعني كانت عظيمه جدا 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 عن طريق طبعا انفايرمنتال ستيميليشن للطفل دي، ان الطفل دي بعد كده بقت بايلينجوال بتتكلم تركي وبتتكلم دويتش، وان هي حتى الهيمي بليجيا اللي كانت عندها بدات ان هي تتحسن، والسباستيستي اللي هي ان مثلا حركه العضلات تبقى ستيف شويه حتى لو كمان بدا يتحسن شويه.
فده مثال صارخ على فكرة النيوروبلاستيستي. يعني انت عندك نص برين مش موجود and still the brain could adapt and could يعني زي بالظبط كده embrace the changes اللي حصلت والبيئة فرضت عليه. The key points اللي محتاجين نكون طلعنا بيها ان brain development بيعدي بcritical and essential steps both خلال عملية development in utero جوه الرحم و postnatal بعد الولادة. The journey our nervous system went through from induction للproliferation والmigration ان هو يعمل connections والmyelination وبعدين you lose half of connections ديت to apoptosis. Some synapses they die out لكن those اللي بيسرفايب بيبقوا stronger و more efficient في function بتاعتهم. وان الاطفال بيعدوا في critical periods كتير بالذات في اول سنة من العمر ديت ممكن يا اما تنهانس يا اما depressive brain development على حسب الاستيميليشن ده كان في صالح ايه، كان في صالح ان الطفل يديفلوب سكيلز احسن واسرع ولا في صالح ان هو يدبرس السكيلز دي تماما. الادلت نيوروبلاستيستي هتساعدنا بتساعدنا لحد دلوقتي في الديلي اكسبيرينسز وان احنا نجرو، وكمان هتساعد ريسيرشرز ان ذا فيوتشر ان هم يحاربوا many of the neurological diseases that we see right now.